Okay, good evening. We will start a revision for EL 79. نبدأ المراجعة حق مادة 97. Okay, راح نبدأ من Unit 1. Okay, Unit 1 طبعاً 97 هو أول كورس بالتمهيدي كله، عشان كذي الأشياء شوي أساسية بالإنجلش، يعني حتى الضمير يعطي معاني، هالضمائر أسماء الضمائر. وطبعا بس نوضح شيء، لان هذه مراجعه فطبعا الشرح يكون سريع، غير اذا الاشتراك من اول الكورس، وفي ناس تشترك من قبل ما الكورس يبدا اصلا، من قبل الكورس يبدا باسبوعين وثلاثه يشتركون عشان يمديهم انهم يدرسون. اوكي، فحبيت اوضح ان الشرح يكون شوي سريع غير العادي، العادي لا يكون شوي شوي وعادي في المجال، بس الحين هذه مراجعه. اوكي، عشان الطالب مثلا ما يقول ليش كذي وشنو هذا. اوكي، ورغم كذي إن شاء الله بيكون واضح وسهل وكل شيء، بس راح يكون غير العادي، غير الشرح اللي يكون فيه وقت قدامنا. أوكي؟ أوكي، راح نبدأ طبعاً بالبرونونز، الضمائر. الضمائر تنقسم لقسمين طبعاً، جمع ومفرد. أوكي؟ بليز إذا أوكي وتمام وإن شاء الله في الأشياء، بليز ما نكتبها بالشات عشان أنا ما أتشتت. يعني بس إذا في شيء مهم، إذا في سؤال، إذا في شيء مهم، أوكي، عشان مو كل شوي أفتح الشات وأوقف شرح، وأفتح الشات وأوقف شرح، بس عشان الوقت، أوكي؟ حرام عشان ما يروح الوقت. أوكي، so we have the pronouns، الضمائر. أول شيء مفرد، عندنا مفرد وعندنا جمع. أوكي، he، she، it، ضمائر. وغير العاقل، لغير العاقل it، أوكي؟ يعني it هي نفسها he أو she، يعني هي نفسها هي أو هو، لكن لغير العاقل. هي للعاقل المذكر، شي للعاقل المؤنثة، ات هو أو هي لغير العاقل. أوكي، بعدين they هم مجموعة من الأشخاص، they يعني هم مجموعة من الأشخاص، أنا مو معهم. we مجموعة من الأشخاص وأنا معهم. أوكي، we يعني نحن، يعني أنا وهم. أوكي، you يعني أنت، وطبعا I معروفة، I اللي هي أنا. أوكي، ويو طبعا مو بس معناها أنت، لا معناها أنت، أنتي، أنتم، أنتن، أنتما. أوكي، يعني تصير لكل الضمائر الأخرى. أوكي، يعني تصير على كل الأشخاص، سواء مفرد مذكر، مفرد مؤنث، مثنى يعني اثنين، أو جمع. أوكي، اللي هي يو. لكن ليش يعني دام هي كل معناها يشبه كل اللي فوق، ليش نستخدمها؟ لأنها صيغة احترام، صيغة احترام، وهم لما نيجي نسأل. أوكي، ما كتابك، ما صفك، ما مدرستك، وهكذا. كاف المخاطبة هي يو، يعني كاف الخطاب، كاف الخطاب، بس معناها أنت، بس إحنا لما نيجي نسأل ما نقول أنت، هي كاف الخطاب. أوكي، أوكي، المفرد هم أول ثلاثة، هي شي إت هم المفرد، الجمع they we you. أوكي، وآي، I مفرد لأنها ترمز لأنا بس، لكن بالقواعد تعامل معاملة الجمع. أوكي، بالقواعد يتم معاملة I كأنها جمع، ليش؟ كصيغة احترام للذات، تقدير للذات. أوكي، أوكي، الأفعال المساعدة verb to be. كلمة be هي فعل، infinitive، infinitive يعني مصدر، يعني أساسي، يعني بدون أي إضافات، ما عليه أي شيء. أوكي، إذا أبي أصرفه يعني أبي أحوله، بي بدون أي إضافة. أوكي، إذا أنا استخدمته مع المفرد بي، شنو راح يصير له؟ هل يصير أستخدم بي مع هي وشي وات؟ لا، مع هي وشي وات بي راح تتغير، راح تتحول إلى إز، هي شي أت تاخذ إز. طيب مع أم، هل أحط بي مع أم؟ لا، مع أي؟ لا، أحط أم. أوكي، بي ناخذها مع I، مع هي شي إت، لا، ناخذها مع التصريف، يعني تتحول، تتغير. أوكي، راح نقول شلون أعرف إن هي لشنو راح تتغير؟ هذه أشياء تكون ثابتة، حفظ ثابتة في الإنجليش كله، أساس الإنجليش. أوكي، فـ is مع المفرد، am مع I، و are مع الجمع. عشان ما ننساها طبعًا، I am سهلة معروفة، I am، I am، I am. دائما تي معاها، وإز وآر عشان ما نخربط، أيهم مفرد أيهم جمع. الصغيرة مفرد يعني طبعا ترمز لشخص واحد، والآر الجمع ترمز لأشخاص كثيرة، فهي أحرفها أكثر وهي ثلاث أحرف.
اوكي الحين لنا مراجعة خلاص نبي تريكس تيبس اند تريكس اشياء كذي بس تلميحات تساعدنا ان احنا بسرعة الذهن يشتغل فيها. اوكي هذا الاختصارات كلمة I am. هني الابوستروف هذه او الكوما او الفاصلة هذه علامة ان في حرف محذوف في الانجليش بشكل عام. هالعلامة ان الفاصلة اللي فوق معناها ان في شيء تم حذفه، ممكن حرف ممكن اكثر. فهني I am حذفت حرف الاي، فلما حذفته حطيت فاصلة بالنص. انزين شنو فائدتها؟ ليش انا احذف حرف واحط فاصلة بالنص؟ عشان يكون النطق سريع، بدل ما اقول I am لا اقول I'm studying right now. I'm studying. بدل ما أقول I am studying اللي هو الإنجليش البدائي over. لا. فهم سووا كذي عشان يخلي الناس تكون الكلام أسرع. بدل ما أقول she is. لا. She is. She's playing now. She's studying. Okay. He is نفس الشيء. Okay. الاختصارات. طبعا ممكن هي بالاختبار يخربط. يحط مثلا هل apostrophe أو هل comma بعد الاس. ممكن تشوفها قبل التي، فمهم نعرف مكانها. اوكي اوكي they are طبعا حذفنا حرف الـ A. they are we are احنا المهم نعرف صيغة الاس اللي هي as مع هي وشي وات نحذف شنو شنو الحرف اللي ينحذف من as حرف الـ I فكلهم نفس الشيء حط هي او شي او ات وفاصلة الاس ثابتة. اوكي كلمة ار هي اي ار اي نحذف بس حرف الاي فنحط they we you اي واحدة فيهم فاصلة ار اي فقط. اوكي ثابتة نفس الشيء. اوكي لما ننفيها نبي ننفي isn't ونبي ننفي aren't نبي ننفيهم is not is not فطويلة اخذت معي وقت ان انا اقولها بس عشان طبعا الامريكانز او يعني البريتش بيبل سبيك فاست يتكلمون بسرعة ف isn't isn't اوكي isn't حذفنا طبعا ال n o ال n o محذوفه وحطينا ال سوري ال o محذوفه ال o اللي بالنص بين ال n وال t محذوفه وضمينا مهم ان نضم ال n على is. اوكي صارت كلها كلمه واحده صار معناها لا. اوكي am و is و are معناها اكون يكون تكون يكون. am يعني اكون انا اكون she is هي تكون او هو يكون أو it اللي هي هم هو أو هي تكون أو يكون لكن لغير العاقل جماد مثلا حيوان نبات هالأشياء. they are كلمة are يعني يكونوا أوكي وهكذا. لكن طبعا بالعربي لما نترجمها ما نقول نكون أو يكون أوكي ما يكون لها معنى. أوكي الترجمة الصح العرب من الطلاب اللي تترجم حرفي أنا أكون كذا أنا أكون سعيد لا نقول أنا سعيد. أوكي فالطلاب اللي ترجم هالترجمة حرفية تكون خطأ بس أنا حبيت أوضح المعنى عشان نفهم شنو هالكلمة. أوكي بس هي عامة بشكل عام من عربك ما لها معنى. أوكي هي تستخدم في الإنجليش فقط لاتباع القاعدة مو أكثر. وهني النفي isn't يعني لا يكون أو لا تكون aren't لا يكونوا. أوكي وهم isn't مع كل المفرد و aren't مع كل الجمع. إذن ليش مو حاطين I'm not ما يصير أقول amn't خطأ. أوكي I'm not ثابتة I'm not. أوكي مثال شيء بالاختبار وطبعا اوريدي في نموذج ميد تيرم راح نحله بعد الشرح فدونت وري. أوكي اوريدي راح يكون في نموذج بس احنا هنا قاعد ناخذ هم شيء تدريبات واحنا نحل. He is a doctor شو هي بالاختبار يشيل is ويحط خيارات He is a doctor He are a doctor He am a doctor. أي واحدة؟ فإحنا نشوف. شلون نعرف؟ نشوف أول كلمة في الجملة. اللي طبعاً الفاعل السبجكت. هل مفرد أو جمع؟ أو I. إذا مفرد is. إذا جمع are. إذا I تاخذ am. فهي is a doctor. طب النفي isn't. أوكي؟ طبعاً ما يجيب حلين صح بنفس الوقت. يعني ما يحط is و isn't. لا. أوكي؟ يا is يا isn't. أوكي؟ they are نفس الشيء نشوف اول الكلمه اللي هي الفاعل شنو جمع ولا مفرد فاهم شيء نحفظ الضمائر اللي فوق وايهم جمع وايهم مفرد. اوكي وفي المفرد ياخذ is والجمع ياخذ are why ثابته معاهم. اوكي الحين راح نروح للquestions ادوات السؤال شلون راح نسال W questions شنو يعني W questions يعني الكلمات اللي نستخدمها في السؤال تبدا بحرف W
نفس what، تسأل عن الأشياء معناها يكون ما أو ماذا، تسأل عن الأشياء. when تسأل عن الزمان الوقت، where تسأل عن المكان، who تسأل عن الأشخاص، ولازم يكون شخص عاقل. نفس ما قلنا أشخاص يعني شخص عاقل. okay. فاعل why لماذا، تسأل عن السبب. which تسأل عن الأشياء. which of the following is your perfect مثلا toy، أي من هذه الألعاب هي لعبتك المفضلة. فيكون في الاختيار، يكون فيها تخيير، وهم يكون الاختيار بين أشياء. okay. مو أشخاص، أشياء، هي عكس who. okay. الحين نروح ل، طبعا هذه شلون يسأل عليها؟ أنا ممكن يجيب إنه مثلا كلمة وين تسأل عن شنو؟ time place. وأحيانا يكون السؤال already مكتوب، يعني السؤال مكتوب متى تبدأ الدراسة مثلا؟ يقول الدراسة تبدأ غدا، فدام غدا هذه غدا هي من زمان ولا مكان ولا فاعل ولا. أوكي، بس هي سهل يعني يكون واضح فيه، وراح نشوف أوريدي في النموذج بس نخلص الشرح، راح نشوف في النموذج الأسئلة على كل هالأشياء. الحين راح ناخذ البوسيسيف adjectives. البوسيسيف يعني من كلمة ملكية، ملكية، بوسيسيف يعني ملكية، adjectives يعني صفات، صفات الملكية. أوكي، صفات الملكية يعني لما نقول إن شخص يملك شيء، لما أقول أنا أملك شيء، هو يملك شيء، هي تملك شيء، هم يملكون أشياء، وهكذا. أنا إذا أبي أقول أنا أملك شيء شلون أقوله؟ أستخدم كلمة my. يعني مثلا أبي أقول إن هذا كتابي my book، ما يصير أقول I book. هذه اللي هي I وهي وشي وإت وذي وي ويو، اللي هم أول سطر هذا كله لما يكون فاعل فقط. فاعل، شنو يعني فاعل؟ نسهلها أكثر، يعني في أول الجملة. إذا في أول جملة، أول كلمة في الجملة ناخذ I he she it they we you. طيب إذا في نص الجملة ناخذ من هذيلي my his her its our their own. okay. okay. شلون نعرف أي واحدة نستخدمها؟ راح يقول مثلا إن سارة تحب الكتب، هي عندها كتاب، سارة تحب الكتب. فإحنا عرفنا إن الفاعل منه she، ونبي نقول عندها كتاب، نستخدم her ولا his؟ her، لأنه هو قال she سارة، مو شرط يذكر شيء، ودام قال سارة خلاص. أوكي، نفس هني this is our class، هذا صفنا، our اللي هي طبعا مالت we، فهذا طبعا حفظ شوية هذيلي. أوكي، اللي هو طبعا I مع my، he تاخذ he نستبدلها بhis في الملكية، يعني كتابه هو. أوكي، يعني مثلا إذا راح نقول كتاب his يعني الهاء الملكية في النهاية، الهاء فقط. كتابها ها ألف، it's طبعا كتابه، أو مثلا ذيله، ذيلها لغير العاقل، their إذا كان الفاعل they، ومو شرط they، ممكن يجيب أي كلمة مثلا الأطفال، فدام قال الأطفال معناها أنا مو معاهم، لكن لو قال الأطفال وأنا معناها we، فناخذ our للملكية. نفس هني our class صفنا، صفنا نحن معناها أنا وأصدقائي. أوكي، هذا هني my pen يعني قلمي أنا. أوكي، أوكي، هني طبعاً اختيارات تدريب على اللي فوق. أوكي، تدريب على الأشياء اللي إحنا تو خذيناها. choose the correct answer، هذا عن الفوكابلري. الفوكابلري طبعاً أنا ما ناقشته، ما جبت الفوكابلري اللي هي الكلمات، لأن الكلمات أوريدي حفظ. يعني شنو راح ندرس فيها؟ شنو راح ناخذ فيها؟ هل أقول كلمة ومعناها كلمة ومعناها؟ هل هذا كذي أقعد أنا أحفظ بالمحاضرة؟ طبعاً ما يصير. فالطالب يحفظ واحنا هنا نتدرب. اوكي، فالفوكابلوري الكلمات راح نحل بس مثال واحد فقط عشان اوضح شلون نحل، والطالب يعني بس تخلص المحاضره المراجعه راح تحلون الفوكابلوري اللي هي التمرينات على الكلمات، واصحح اشوف الطالب يختبر نفسه، هل انت حليت صح معناها دارس كلمات عدل، حليت خطا معناها كلمات مو مدروسه عدل. Okay. If you want to know the meaning of a word, use a. إذا تبي تعرف معنى كلمة، استخدم شنو. فطبعاً مهم إن الطالب هم يقرأ اللي يفرق معه أول شيء عشان يحل أي تمرين على الفوكابلوري عن الكلمات. أهم شيء فهم الجملة. Okay. شلون راح أفهم الجملة؟
بناء على شطارة كل طالب. فكثرة قراءة الإنجليش والتدريب، وخاصة اللي بيشتركون معي مثلا الكورس، من بداية الكورس يكون في تدريب وايد، قراءة وايد، معاني وايد، فيكون مع التكرار خلاص الطالب بس يقرأ يعرف الكلمات. أوكي، فعلى حسب كل شخص، هل هو قاعد يدرس إنجليزي عدل ولا هل هو مطوف الإنجليش. أوكي، أنا الحين ما فهمت، شلون راح أحل مشكلة الفوكابلري أو حل الكلمات إن هي تعتمد على المعنى؟ أوكي، فالطالب إذا مو حافظ المعاني عدل أو ما قاعد يفهم الجملة ما راح يقدر يحل هالإكسرسايز. هنا يقول if you want to know the meaning of a word, use a. إذا تبي تعرف معنى كلمة استخدم شنو؟ نستخدم كاميرا ولا ديكشنري ولا فون ولا باس. كاميرا أوكي we know it. فون اللي هو التليفون أوكي we know it. باس أوكي. ديكشنري قاموس أوكي. فطبعا إذا نبي نعرف معنى كلمة we use the dictionary. أوكي، وممكن الطالب يقدر يخمن، يعني الطالب أوكي طالب مثلا يقول أنا ما فهمت إلا كلمة واحدة بس من التعريف أو من الجملة هذه، أقول له أوكي تقدر تخمن. التخمين عادة يكون صح، يعني شفنا meaning يعني معنى، أو كلمة word يعني كلمة وين تكون؟ بالكاميرا، بالفون، بالباص، بالديكشنري. أوكي كلمة ممكن تكون بالفون، بس شنو علاقة الفون بالكلمة؟ لكن أكيد ممكن يسأل عن معنى كلمة، يبي شيء. أوكي يبقى ناخذ الأقرب، التخمين الأقرب. أوكي، والباقي طبعا بتحلونهم وتدزولي أصحح. أوكي راح نروح عشان نشوف القواعد، إحنا نبي القواعد جرامر. أوكي هني قواعد. أوكي أبي أقول هذه تكون كرة، طبعا إحنا قلنا إحنا ما نقول تكون، فنقول هذه كرة، هذه كرة. أوكي فكرة طبعا شيء جماد غير عاقل، فطبعا إت. طب أوكي كلهم إت، أي واحدة استخدم إت؟ أبول إت قلنا لما يكون فاعل، فاعل يعني يفعل شيء. هل الجملة فيها فعل؟ ما فيها فعل، الجملة ما فيها فعل أصلا. أوكي فمتى أستخدم الفاعل؟ لما يكون في فعل. أوكي شلون نعرف الفعل؟ الفعل هو لما شخص يسوي شيء، الفعل يعني يأكل، يشرب، يلعب، يسوي شيء معين. الفاعل اللي هو الشخص اللي يسوي هذا الفعل. أوكي هني هل في فعل؟ هو يبي يقول هذه كرة، وين الفعل؟ هل قلت شخص يلعب، شخص يركض، شخص؟ لا، فما في فاعل، ما في فعل، فما يصير أخذ فاعل. It يصير it تشذي بدون فاصلة اللي قلنا عنها الكومة اللي بالنص؟ لا. أوكي هي اختصارها، هذه مختصرة من كلمة it is، فلازم يكون في فاصلة، فهذه أصلا كتابتها خطأ، معناها ما في إلا حلين أختار بينهم it's أو it be. نفس ما قلنا ورا إن be هي التصريف بدون إضافات، لما نيجي ناخذها مع المفرد ياخذ تتحول إلى شنو؟ تتحول إلى is، مع am، مع I be تتحول إلى am، مع الجمع be تتحول إلى are. فهني it تاخذ شنو؟ am ولا is ولا are؟ يصير أي واحدة فيهم، أي واحدة من الضمائر تاخذ be. طبعا لا، إحنا قلنا تتصرف يعني تتغير، فصارت it's. أوكي إحنا طبعا في مقولة بريطانية شهيرة when you want to know something إن to eliminate the impossibles، يعني طريقة للحل أو طريقة اللي هي كانت طبعا طريقة للتحليل في الجرائم، لكن هي تستخدم بشكل عام للكشف عن الحقيقة، عشان نكشف عن أي حقيقة eliminate the impossible، نحذف المستحيل. فإحنا بدينا بحذف المستحيلات، هذه مستحيل ليش؟ لأنه ما في فعل. شلون فاعل بدون فعل؟ الفعل شنو؟ الفاعل شنو قاعد يسوي إذا ما في فعل؟ هني أت فيها خطأ، هذه فيها خطأ. فلما حذفنا الإمبوسيبل، لما حذفنا الأشياء المستحيلة، الحقيقة ظهرت وهي سي. أوكي أوكي هني what تسأل عن الأشياء، what فراغ this in English، what فراغ this in English، معنى السؤال إنه مثلا شنو هالكلمة أو شنو هذا الشيء بالإنجليزية، أو يعني بمعنى حرفي، إذا راح تترجمون حرفي ماذا يكون في الإنجليزية. أوكي his نفس، راح نمشي على طريقة حذف الإمبوسيبل، حذف الأشياء المستحيلة تكون حل. أوكي his ملكية، زين إحنا قلنا his book، his car، his أو he his أو her أو my أو هكذا، هي بعدها اسم، اسم
noun يعني اسم شيء معين، اسم شيء مش اسم شخص، مو اسم شخص، لا اسم شيء. مثلا طاولة، طاولته، كتابه، مدرسته. شلون نعرف الاسم؟ الاسم هو من اسمها، اسم شيء معين. اوكي، ما هذا؟ لابتوب. ما هذا؟ عصير. ما هذا؟ تليفون. ما هذا؟ لابتوب. اوكي، فهل في بعد his اي اسم؟ لا. This هذه معناها هذا. ما معنى هذا؟ This معناها هذا في الإنجليزية، هذا. فهل تصير ملكية؟ لا. Are what are this؟ This مفرد، يصير ناخذ معها are؟ لا. طبعا مهم ان نعرف ان this مفرد. زين جمعها شنو؟ These. THESE هي الجمع. This و that اذا ال I او A في النص تكون مفرد، إذا طويلة these ESE تكون جمع، إذا those OSE تكون هم جمع. أوكي، فهل صرت ناخذ جمع مع المفرد؟ طبعا لا، فهذه هم لا. نفس ما قلنا بي، هل يصير بي ناخذها مثل ما هي نفس الشكل؟ لا، ما تستخدم بي بهالطريقة، بهالكورس، بهالشكل، بهالقواعد اللي احنا قاعد ناخذها. ليه قدام اي بس بالقواعد اللي قدام حيل صعبة، لكن حاليا في القواعد اللي احنا قاعد ناخذها يصير نستخدم بي بروحها؟ لا، فبي ما يصير في أي شيء ناخذ بي. فالحل خلاص احنا حذفنا الامبوسيبلز الأشياء المستحيلة فصارت is. What is وهذه الفاصلة حذف للآي، يعني هي كلمة what is this in English. What is this in English. What is this in English. ما هذا في الإنجليزية. I have three. I have three. أنا أملك ثلاث شنو in my bag. أنا أملك ثلاث book يعني كتاب، كتاب واحد فقط. المفرد ما يكون آخره إس، الجمع آخره إس، هذا ثابت. الجمع أي كلمة جمع آخره إس، آخرها إس. طيب هني book ما فيها إس، معناها مفرد. هو يقول ثلاث، يصير أقول أنا عندي ثلاث كتاب ولا ثلاث كتب؟ ثلاث كتب. فهني ما فيها اس ما يصير، ما فيها اس ما يصير، ما فيها اس ما يصير. الوحيدة اللي فيها اس وهذه واضحة وسهلة. أوكي، how فراغ you، قلنا you جمع ولا مفرد؟ جمع، سواء كان معناها أنت، سواء كان معناها أنتي، أنتم، أنتما. you دائما جمع. ليش دائما جمع؟ على الرغم من أنها ممكن ترمز لشخص واحد، لأن صيغة نفس ما قلنا صيغة احترام، فلما نحترم شخص ما نقول له يعني بصيغة المفرد، لا، نعطيه على صيغة الجمع. دائما بأي لغة لما نيجي مثلا الشخص يتحدث مع الله مثلا يستخدم بالإنجليش يعني يستخدم صيغة الاحترام، تقدير. أوكي، فعشان كذي يو دائما جمع. أوكي، فدام يو جمع، أيوة الجمع شنو ياخذ؟ هل ياخذ بي؟ قلنا بي مستحيل. أي بس نشوف حل، أي حل فيه كلمة بي نشقطها دايركت، ما ناخذه ما نفكر فيه أصلا. بعدين is، هل you مفرد؟ لا جمع. هل am هي I؟ لا، am بس مع I، وناخذ الحل اللي هو are. okay. this فراغ Peter، هذا فراغ Peter، نبي نقول هذا يكون Peter أو هذا Peter يعني. okay. Peter شخص واحد ومفرد، هل أخذ مع are؟ Peter واحد؟ لا. هل أخذ am؟ am مع I. هل ناخذ be؟ قلنا بي نشقطها فإز، لأن بيتر مفرد. This is Peter، هذا يكون Peter. My فراغ is my فراغ sorry كنت راح أقول الحل. my فراغ سارة، أبي أقول اسمي سارة. my name سارة، my names. هني هالاس إذا حطينا اسم على الكلمة بدون الفاصلة اللي قبلها تكون اس الجمع وليست اس اللي هي اختصار is اللي هي is، لا. فهني هذه اللي هي الـ 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 الاس هذه معناها جمع. انا اسمائي ساره، لا اسمي واحد فقط. my name is ساره ولا my is name ساره. my is name انا، او ما راح يكون لها معنى اصلا كذي. يكون اسمي ساره عامه بشكل عام، خاصه في الاسم نقول my name is يعني. اوكي، لان هذه خطا. My name is اسمي يكون سارة. اوكي، وطبعا يكون طبعا ما لها معنى فنقول اسمي سارة. I am هالة. This is انا هالة. هالة مفرد او جمع؟ هالة بنت واحدة مفردة. اوكي،
بنت واحدة مفردة وقالت عن نفسها شنو؟ I am. I. فأي تاخذ شنو؟ هي تقول أنا هالة وهذا منزلي. هل قالت منزلها؟ لا، هي قاعدة تتكلم عن نفسها. فأي تاخذ شنو من صفات الملكية؟ his. لا، his مع المذكر المفرد، your مع you، my مع I، her مع she. فهني I فتاخذ my. هذا طبعا يعتمد على دراسة الأشياء اللي فوق. أوكي، رقم 8 ورقم 9. رقم 8 و9 و10 راح يكونون بتحلوهم بعد المحاضرة، أوكي؟ عشان أشوف هل فهمته أو لا، لأن نفس اللي فوق. أوكي، 8 و9 و10 من كل صفحة راح نترك آخر 3 تحلوهم عشان طبعا أشوف هل الطالب فهم أو لا. أوكي، أوكي، بنروح الحين لـ Unit 2. Unit 2، Unit 2 طبعا الأساس مكرر، الأساس هي شي هي وشي وإت، طبعا ياخذوا إز وآم مع آي وآر مع، أوكي. فالمكرر إحنا راح نسوي سكيب عشان ما نبي طبعا إنه يكون نفس الشيء، يكون فيه تكرار. هذا هني بس الشيء المختلف، كله نفس chapter 1، كله نفس الشيء ما عدا هني طريقة السؤال. اوكي، اضاف ب chapter 2 طريقة السؤال، which questions with question words، الكلمات اللي تبدأ بأدوات السؤال اللي هي what when where اللي خذيناهم ورا chapter 1، what when where who هكذا. الحين راح ناخذ شلون نسأل فيها. اوكي، شلون يتم السؤال عنها، اوكي، استخدامها يعني. طبعا هذه مكتوبه هالكلام لانه مترجم عربي، فمكتوب عكسي. عكسي يعني اللي بالاحمر يدل على هذه الحمراء، اداه السؤال يعني هي اول شيء مو اخر شيء. اوكي، اداه السؤال اول شيء معناها اول شيء، ضمير مساعد ثاني شيء معناها ار ثاني شيء. اوكي، فبس عشان بس تكون واضح، أداة السؤال اللي هي شنو؟ هذه طريقة تكوين السؤال ثابتة ما تتغير، اللي هي طبعاً بالإنجليش أسهل طبعاً وأبسط. Q هذه يعني question words اللي هي أدوات أو كلمات اللي نسأل فيها، اللي هما what, when, where وهكذا. Verb to be يعني نحط am, was أو are. Pronoun الضمير he, she, it, سارة علي. إحنا خلاص خذينا إن هو يكون فيه، خذينا الضمائر، بعدين الضمائر، بعدين يكون التكملة. أوكي، what is your، وهذه تكون على حسب السؤال عشان كذي مو حاطين شيء. what is your name، what هنا حطينا ذات سؤال، be راح تتصرف على is، what is، بعدين هنا مثلا her pronoun ضمير her name، بس طبعا هني بروناون ملكية her name يعني اسمها ما اسمها. اوكي، اوكي، راح ناخذ هني بالعربي هذا السؤال، ضمير مساعد اللي هو verb to be يعني، ضمير اللي هو الفاعل نفسه او الضمير نفسه اللي هو الشخص المسؤول عنه، المسؤول عنه هو أداة الاستفهام، أداة الاستفهام اللي هي علامة الاستفهام هذه يعني، المسؤول عنه اللي هي يعني التكملة، خلينا نقول التكملة بشكل عام. نفس هني مثال، خلي نمشي عليها بالانجلش اسهل. الكيو اللي هي أداة السؤال هي طبعا وير، بعدين فيرب بي تتصرف على حسب البروناون. فإذا أنا راح أستخدم يو أحط شنو؟ آر. طب إذا كانت يو هذه إز، وير آر مثلا سارة فروم، وير سارة فروم، نحط إز مع سارة لأن إز مفرد، وير إز سارة فروم. أوكي، هذا هني بس شرح ان الكيو ترمز لكلمة أداة السؤال هي وير، وبي تم تصريفها لآر لأنها معها يو، والضمير هني كان يو. اوكي، اوريدي واضح بالألوان نفس ما شايفين. اوكي، بس هذا الجزء الجديد ب chapter 2. اوكي، طبعا جزئية بسيطة. اوكي، هذا هني عن الفوكابلري، نفس الشيء راح نسوي سكيب للفوكابلري الكلمات،
لان اوريدي اذا انا حليتها راح اترجم الجمله واترجم الكلمات، فما راح يكون فيها شيء. لا، احنا نبي نختبر الطالب، نشوف هل هو دارس ولا مدارس. اوكي، الحين راح ندش بالجرامر عشان نشوف شلون راح يتم السؤال عن الاشياء اللي فوق. طبعا هو التشابتر 2 تكمله لتشابتر 1 بس مع اضافه اشياء. اوكي، هني وير فراغ، هي فروم، هني هي مفرد ولا جمع ولا شنو ولا غير عاقل ولا هني في الخيارات في بي راح نحذفها دايركت. اوكي، وير بعدين هني هيز، يصير نقول هيز هي هيز هي، يعني ما يصير الاثنين مع بعض. اللي خذيناهم ورا اللي هي مثلا اي وماي، هي وشي، هي وهز، هير وشي مثلا، اللي هي الفاعل والملكية في نفس الجملة. لا، اذا كانت الجمل مختلفة يعني في نقطة يصير، بس اذا ما في نقطة هني في نقطة، لا ما في نقطة، كلها جملة واحدة، فهذا يصير هز وهي في نفس الجملة. لا، اوكي، فهذه ما يصير. وهم ما في شيء ملكية، يصير اقول شلون اقول على هو ملكية؟ ما يصير على الاشخاص، بس ما قلنا الملكية تكون على الاشياء فقط، فهذه ما بعدها شيء، ما في وراها شيء. اي شيء اللي هي شيء معين، طاولة مثلا، لابتوب، تليفون. وار مع الجمع، هي مفرد فما يصير، احنا الحين قاعدين نقول خلاص، فهي مفرد وار جمع، فما في الا هذه فاصلة اس اللي هي كلمة از، بس احط فاصلة ليش؟ يخربط الطالب، يخربط الطالب. الكومة هذه او الفاصلة هذه معناها ان في شيء محذوف اللي هو شنو؟ حرف الاي، بس هو بيخربط. اوكي، الحين نمبر 2 فراغ، name is Dana. I am from Saudi Arabia. اوكي، هي تقول، دام هي تتكلم عن نفسها في الجملة الثانية وقالت أنا من السعودية، فهي اللي قاعدة تتكلم عن نفسها، مو إن أحد قاعد يتكلم عليها يقول هي من كذا، هي من السعودية، وهي اسمها كذا. لا، هي اللي قاعدة تتكلم عن نفسها، فلما شخص يتكلم عن نفسه يكون شنو؟ اللي هي I. فأي لما نبي نقول اسمي، I لما نحولها ملكية تكون شنو؟ his. لا، his مع هي. I لا، احنا قلنا هذا ملكية مو فاعل، احنا ما قلنا هي تسوي شيء. I play، I drink، لا، احنا كان نقول هي اسمها، فآي هني فاعل، فهي مو قاعد تفعل شيء، هي بس قاعد تذكر شيء، تذكر شيء تملكه وهو اسم. my اللي هي طبعا مالت الآي، و I am، I am يعني أنا أكون، أنا أكون شنو؟ بعدها فعل، I am بعدها يكون في فعل. أوكي، فما في فعل هني، name اسمي وهي اسم، فالحل يكون my، my name is Dana، اسمي دانا. أوكي، هني نفس المثال بس مسوينه بذكاء مختلف. هني قالت I am from، أنا من السعودية، ففهمنا إن هي قاعدة تتكلم عن نفسها. هني قال شنو؟ نفس الجملة بس شنو المتغير؟ She is from Jordan، هي من السعودية. معناته هل هي اللي قاعدة تتكلم عن نفسها ولا أحد ثاني قاعد يتكلم عنها؟ أحد ثاني قاعد يتكلم عنها وقاعد يقول أن هي من الأردن، هي اسمها منى وهي من الأردن. أوكي، her، فقاعد نقول أو أنا قلت الحل. أوكي، no problem، her name is منى. طبعا ما يصير أقول my لأنه مو أنا قاعد أتكلم عن نفسي طبعا. و there لا جمع، لا مو جمع، هي منى بس. his للمذكر وهي بنت، فما يصير، هي طبعا her لأنها مفردة مؤنثة. اوكي، نبي طريقة سهلة ان احنا نعرف فيها هل تمكن الحل. اوكي، الطالب ما فهم اي شيء من الجملة. اوكي، شلون يعرف يحل نفس السؤال؟ شلون اعرف قاعد اتكلم عن نفسي ولا قاعد احد يتكلم عليها؟ نشوف اول كلمة في الجملة الثانية، اول ضمير شنو؟ هل هو I؟ هل هو هي؟